ممكن تبقى عينك على النجوميه والشعبيه والجماهيريه وحب الملايين في كل مكان، ممكن يبقى عينك على الفلوس طبعا وتامين مستقبلك، لكن بالتاكيد وانت داخل بوابه النادي الاهلي اعرف ان كل مباراه وفي كل بطوله انت امام تحدي جديد وامام كتابه تاريخ جديد، والجيل ده قدامه فرصه ذهبيه، فرصه ذهبيه. انا بشوف انه المشوار مش اصعب من البطولتين اللي خدناهم قبل كده، يعني مواجهتنا قبل كده وخصوصا الظروف اللي واجهتنا في البطوله الاخيره، فكره انك انت تروح تلعب امام بطل امريكا الشماليه، مدرسه كرويه محترمه زي المكسيك، مونتيري فريق عنده سكواد على اعلى مستوى، عنده خبره ومشاركه البطوله في كاس العالم، فتروح تلعبه في البطوله وانت بدون نص فرقتك وتقدر تتجاوز العقبه دي وتوصل لقبل النهائي وتخرج منه امام بالميراس اللي انت كسبته بالمناسبه في البطوله اللي قبلها على المركز الثالث والرابع، بطل امريكا الجنوبيه وبطل البرازيل، احنا بنتكلم على بطل البرازيل، بطل كوبا ليبرتادورس، خدت على حسابه الميداليه البرونزيه، صحيح خسرت قدامه في البطوله اللي بعدها لكن بعد كده رحت تقابل الهلال السعودي الزعيم طبعا زعيم اسيا، فريق محترم جدا، الكره السعوديه تطورت بشكل كبير جدا في السنوات الاخيره وقدرت تحقق فوز مهم جدا بنتيجه وباداء اكثر من رائع، مباراه لا تنسى ويمكن تكون زي ما كتير من جماهير النادي الاهلي بتوصفها المباراه الافضل لبيتسو موسيماني في تاريخ صنعه مع النادي الاهلي، تكسب بسكور كبير جدا بنتيجه 4. عشان كده بقول النسخه دي نسبيا ممكن تبقى كمشوار، انا ما بتكلمش على 90 دقيقه كوره لان 90 دقيقه كوره دول عايز اقول فيهم كلام كتير قوي لحضراتكم، ناس كتير قوي حاسه ان احنا هنكسب بكره واحنا حاطين رجل على رجل، وده كلام ليس له يعني علاقه على الاطلاق بكره القدم وهقول لكم ليه، لكن بقول انه مشوارنا السنه دي نسبيا اسهل من البطولتين اللي فاتوا، خبرتنا وخبره لاعبتنا في الملعب السنه دي احسن بكتير من السنين اللي فاتوا، السكواد بتاعنا تقريبا اللي شبه كامل، شبه كامل كل العناصر ان شاء الله تكون جاهزه وتكون فت تكون فورم عاليه، افضل بكتير جدا من النسختين اللي قبل كده، الفرق اللي هنقابلها من حيث المستوى نوعا ما ونسبيا اقل من اللي احنا قابلناهم قبل كده، فعشان كده عندنا طبعا مدير فني محترم جدا بيتولى المسؤوليه لاول مره وبيشارك مع الاهلي لاول مره في بطوله كاس العالم، فعشان كده الرهان كبير والطموح يمكن عند جماهير النادي الاهلي كبير السنه دي، ولكن مخطئ مخطئ من يظن ان ماتش بكره سهل. ليه بقى بقول لحضرتك كده؟ لان البطوله دي بتقام بنظام الكؤوس وبيشارك فيها 7 ابطال، بيشارك فيها فرق عندها شخصيه البطوله، كل واحد منهم جاي وباصص ودارس وشايف فرصه كويس جدا واحتمالاته وراسم خطته في التعامل مع كل خطوه، واولهم طبعا احنا اللي مستر كولر كان بيتكلم امبارح على فكره احنا ما بنفكرش في اي حاجه، هدفنا الكبير ان احنا نوصل لابعد مدى، ابعد مدى ده ممكن يكون فين هنمشيها خطوه بخطوه، لكن ما بنفكرش وما بنتكلمش وما بنذاكرش وما بنحضرش غير لمباراه بكره، مباراه اوكلاند سيتي. ليه بقول لك مباراه صعبه؟ لان كل الاحتمالات قائمه ومعانا احنا شخصيا، يعني خلينا نقول مثلا انه حد يقول انه فريق الاهلي وهو ناقص معظم العناصر بتاعته الاساسيه واغلبهم دوليين بيلعبوا مع منتخب مصر في امم افريقيا، يروح يلعب في بطوله كاس العالم مع بطل المكسيك المدجج بالنجوم واللي قيمته التسويقيه اعلى بمراحل من النادي الاهلي في مباراه افتتاحيه، فالاهلي يكسب؟ هل دي حاجه طبيعيه او حاجه متوقعه؟ طيب بلاش. هل حد ممكن يقول او يراهن على انه بطل افريقيا لما يواجه بطل امريكا الجنوبيه، بطل مصر لما يواجه بطل البرازيل، هل ممكن في حد عاقل يتصور قبل بدايه اللقاء انه كفه الاهلي ارجح من كفه بطل البرازيل او انه كفه بطل افريقيا ارجح ايا كانت الاسماء او ايا كان النادي، كفه بطل افريقيا ممكن تكون ارجح من كفه بطل امريكا الجنوبيه؟ برضه مش شيء مش متوقع وشيء مش عادي، وقد كان وفعلها الاهلي، وبالتالي من الممكن جدا انه اي فريق قدام اي فريق زي ما انت بالظبط بتراهن او بتحلم كواحد من الجمهور انك انت باذن الله توصل لريال مدريد، وانا شخصيا اتمنى، يعني ما بقولش مستحيل وما بقولش مش ممكن، لكن عندي كده حته صغيره بتقول لي ايه وليه مش ممكن، وارد جدا وجايز، زي ما انت بتحلم انك انت تتجاوز ريال مدريد، وزي ما شفنا قبل كده الاهلي في مواجهه بالميراس عنده القدره انه يتجاوز المباراه، وزي ما شفنا الهلال السعودي على فكره قدم مباراه ولا اروع في النسخه الاخيره من كاس العالم امام تشيلسي، وكان ممكن جدا يكون في المباراه او طرف في المباراه النهائيه، فكل شيء وارد، كل شيء وارد. اما فيما يتعلق بالقائمه، وانا شفت وتابعت اغلب ردود الافعال النهارده
وعلامات الاستفهام اللي انا ممكن اتفق معاك جزئيا فيها، لكن خليك فاكر اصل للاسف الشديد اللي هيفهم كلامي الناس اللي ملهاش في السوشيال ميديا، الناس اللي هي مش قاعده على فيسبوك وتويتر وانستجرام ليل ونهار. مش ممكن انه يتم من خلال منصات السوشيال ميديا اداره نادي او اتخاذ قرارات معنيه بها اداره النادي الاهلي من على مواقع التواصل الاجتماعي. مش هيحصل ومش هيكون.